الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس من دروس فيصل التعليمية. النهارده درسنا هيتكلم عن إزاي نصمم غلاف الفيسبوك على الباوربوينت، والدرس ده بالذات يا ريت تشوفه للآخر عشان بجد هتستفيد منه. بس قبل ما أبدأ الدرس وأبدأ الشرح، يا ريت تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وكمان دوسوا على زر التفعيل عشان تشوفوا كل جديد على قناتي فيصل. دلوقتي هنبدأ نصمم الغلاف على برنامج الباوربوينت. أول خطوة هنعملها إننا نعمل الخيار ده بلانك. هنروح عند لي أوت ونعمل الخيار ده بلانك. الخطوة اللي بعد كده لازم نغير مساحة الشريحة أو الخلية عشان تكون مقربة لمساحة غلاف الفيسبوك. يبقى هنروح عند ديزاين، وهنروح عند سلايد سايز، نختار كاستوم سلايد سايز، ومن هنا نختار كاستوم، وهنغير عرض الشريحة نخليه 30، وهنا ارتفاع الشريحة هنخليه 13، وهنقول له اوكي. كده زي ما انتوا شايفين الخلية او الشريحة اتغيرت شكلها، بقى شكلها مستطيل او مقارب لغلاف الفيسبوك. الخطوة اللي بعد كده اللي هنعملها، هنبدأ نصمم غلاف الفيسبوك على الشريحة دي. هنروح عند فورمات باك جراوند. عند دلوقتي بيدينا اربع اختيارات. الاختيار الاول انك ممكن تدخل لون وتفتحه وبعد كده تدخل عليه النصوص او الصور. التاني ممكن تدخل كذا لون، ممكن تدخل لون تاني معاه كده، وممكن تنقص منه تمسح، ممكن هنا بتزود. لما تيجي تحدد العلامة دي بتدخل اللون اللي انت عاوزه او اللي يعجبك. عاوز تمسحها بتمسحها من هنا، واخرها اتنين مش تمسح تاني ابدا، اخرها اتنين. اما تزود هتزود عادي. طيب ده الاختيار التاني. الاختيار التالت ممكن تدخل صورة من على الجهاز. انت بتحمل صورة مثلا جاهزة، صورتك او صورة معينة زي كده، بتدخلها وتدخلها على الجهاز. طيب الخيار الرابع بيديك اشكال كذا شكل، بس بتغير اللونين. ادي اللون مثلا بتغيره، وادي اللون التاني بتغيره على حسب ذوقك او اختيارك. دلوقتي عرفنا ان اربع اختيارات. انا هشتغل على الاختيار التاني والاختيار التالت. هنروح هنا عندهم ونزود شريحة كمان، وهنبدأ على الاختيار التاني. انا مثلا عايز لون هنا ازرق بتحدد هنا، وهنا اللون ده عاوزه ابيض، وده هكون عاوزه لون افتح شوية. تمام كده. ممكن تحدد بنفسك كده تغير المكان حسب ذوقك. طيب بعد كده هنيجي ندخل نص، تختار نص من النصوص دي وتدخلها حسب اختيارك. انا هدخل هنا اختار الاختيار ده، وهكتب كده جملة. كتبنا الجملة كده. بعد كده هنكبر الجملة دي شوية على حسب برضو ذوقك، تيجي تضمها شوية كده مثلا، ده حسب اختيارك. طب انا مثلا عايز اغير نوع الخط، نغير نوع الخط، نخليه مثلا الخط ده او الخط ده، او مثلا نختار الخط ده ونكبر شوية كده. عايزين نغير لون الجملة دي، هتروح عند فورمات تقول له يا عم غير لي اللون، خليه مثلا اصفر. تمام كده. تمام. بعد كده هقول له دخل لي صورة انا بتحملها من على النت عادي، صورة زي كده مثلا.
هتلاقي الموضوع معاك سهل وبسيط. نيجي نسحبها بكل بساطة كده، دي برضو نكبرها شوية عشان تكون مظبوطة، نسحبها كده عشان توسع مظبوطة كده. خلصنا تصميم الغلاف بطريقة بسيطة. طيب الخيار التاني عايزين ندخل صورة، هروح عند الخيار ده بيكشر واقول له فايل واقول له هدخل لي الصورة دي. بعد كده هكتبها تاني الجملة، لا هاخد منها كوبي، اعمل لها بيست واجي كده اصغرها شوية مثلا. الصورة مش مظبوطة شوية، هتروح كليك على الصورة وهنا هتلاقي هتعملها يمين او شمال، تتحرك معاك سهل جدا عشان تظبط الصورة بالطريقة دي. انت مع الاستخدام والمعاملة هتلاقيها سهلة معاك جدا. وهنا مثلا هغير برضو لون الحرف واخليه اخليه باللون ده، اغير لون الحرف واخليه باللون ده. طيب بعد كده هنيجي هنروح عند فايل سيف اس، اقول له يا سيدي احفظهم لي على صيغة صورة. هقول له يا عم احفظهم لي على صيغة صورة، ونختار الصيغة دي ونقول له نسميها غلاف الفيس، ونقول له سيف، اقول له اول سلايد يعني كل الخلايا، يعني خليتين اللي عملتهم بالمره حته واحده، اقول له اوكي. اطلع بره كده، هنطلع بره هنشوف اهو غلاف، نفتحهم هتلاقي الصور جميله وبسيطه وبقت سهله وبقت منتهى الروعه. هندخلهم بقى على الفيسبوك، هندخلهم بقى على الفيسبوك تحميل صوره، ندخل هنا اهو ودي مثلا نحملها كده. كده هنحمل الصورة زي ما انتم شايفين، بقت جميلة ما شاء الله، تعرف تتحرك بيها كده ببساطة. ناخد الصورة التانية هنوريها لكم برضو، الصورة دي برضو هندخلها قدامكم. كده تلاقي الدرس ما شاء الله جميل. اتمنى يكون الدرس عجبكم، واتمنى تكون استفدتم من الدرس. يا رب استنوني في دروس تانية مفيدة وجميلة. مع تحيات قناتي قناة فيصل طرا، وياريت تدعموا القناة باشتراكاتكم واعجاباتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة ودوس على جرس التفعيل عشان تشوف كل جديد على قناتي قناة فيصل طرا.